يسعى حقوقيون عراقيون لرفع عدد من الدعاوى القضائية في عدد من محاكم العراق، والموضوع ضد المتهم يزيد بن معاوية، وذلك عن إقدامه على ارتكاب عدد من الجرائم الكبرى بتعمد قتل الإمام الحسين عليه السلام والتمثيل بجسده الكريم وقتل أهله وأصحابه عليهم السلام والتمثيل بهم، ناهيك عن اقتياد الحرائر من آل بيت النبوة والأطهار أسارى مكبلين بالأصفاد من كربلاء إلى دمشق بواقعة الطف الأليمة التي حصلت عام 61 للهجرة النبوية الشريفة. سوية لنرحب بضيفي المتواجد الآن في الاستوديو الأستاذ سعد الطخاتي أو الطخاتي، خبير قانوني، أهلا ومرحبا بك، مشتاقين لك. نعم، التقادم في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 51، التقادم بالقضايا العادية ينتهي بعد مرور 15 سنة عام، تنتهي الجرائم التي تعتبر جرائم وتقادم احتيادي. أما الجرائم الطويلة ووفق المحكمة اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية أقرت وأطرت بتاريخ 11/11/1970، أطرت الجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاضطهاد لوازع ديني سياسي تعتبر جرائم لا تنتهي بالتقادم. إن إعلان بعض القانونيين والمحاميين عن إجراء محاكمة إلى يزيد بن معاوية بسبب مشاركته أو أمره أو تسببه في مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه هي حقيقة واقعية في العراق لا يمكن نكرانها، وبالتالي هذا يؤكد تماما على أن هؤلاء من يحكم العراق وأن هذه العقول التي تستدعي الماضي من أجل الانتقام بإطار طائفي على العراقيين هي التي تتحكم بالمشهد القانوني والمشهد القضائي في العراق، وللأسف الشديد يقيمون العشرات من هذه المحاكم. فلذلك هذه الدعوات رغم أنها مثيرة للسخرية لكنها حقيقة لها تبعات على أرض الواقع، لأن من يدعي إقامة هكذا دعاوى هم من يحملون السلاح وهم من يقتلون الناس على أسس طائفية. ما يقيمون دعوة على اللي سقط العراق القرن، ما يقيمون دعوة على الحكومات السابقة وعلى البرلمان السابق اللي كان سبب بالفساد. كافي هاي الأفكار الشاذة، كافي، عيب. عمي والله ضحكت العالم علينا وخليت العالم مو تحطنا بخانة الشواذة، تحطنا بخانة المجانين. يبدو أنه بالعراق خلصت القضايا اللي ممكن المحامين يشتغلوا عليها، اضطروا يخترعوا قضايا جديدة. مثلاً آخر القضايا المثيرة بالعراق محاكمة يزيد بن معاوية. عم تتخيلوا كيف رح يبنوا مطالعة الادعاء؟ سيد القاضي اسمح لي باستدعاء الشاهد الثاني. ما تضحكوا، اللي لقي أدلة من 1450 سنة بلاقي شاهد عادي جاي بالمومية ملفوف مثلا. شو القضية الثانية اللي رح تشتغلوا عليها بعدين؟ مقاضاة الديناصورات؟ ليش لا؟